السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخبار مثيرة مساء اليوم. نبدأ بالعناوين. عودة هيثم عرابي لتعاقدات الأهلي من جديد وقرار حاسم من الخطيب. سحب السوبر الأفريقي من الزمالك بسبب المنشطات والفيفا يكشف التفاصيل. قرار صارم من محمد رمضان داخل النادي الأهلي، وأحمد شوبير يكشف التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام موريتانيا غدا. وفي البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. كشف مصدر مقرب من هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت حقيقة عودته إلى إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي مجددا بعد إعلان أمير توفيق استقالته ورحيله عن منصب مدير التعاقدات خلال الساعات الأخيرة. هيثم عرابي يؤدي بصورة رائعة في منصب المدير التنفيذي مع فريق مودرن سبورت، وتمكن من إبرام العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق وتحقيق نتائج متميزة. وتابع أن النادي الأهلي لم يفتح أي باب للمفاوضات مع هيثم عرابي مرة أخرى لعودته مجددا، وكل ما يتردد حول هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن هيثم عرابي لن يتأخر عن القلعة الحمراء في أي وقت حال تلقيه عرضا رسميا، وذلك لإدارة تعاقدات النادي الأهلي كما كان في السابق. هيثم عرابي لم يتأخر على الإطلاق عن إدارة تعاقدات أو عن النادي الأهلي عموما. خلال الفترة الأخيرة أو خلال الساعات القليلة الماضية هناك إشاعات كثيرة عن مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، والتي توج بها نادي الزمالك على حساب الأهلي بركلات الترجيح ببطولة السوبر الأفريقي في المملكة العربية السعودية. هناك بعض الآراء وبعض الأخبار تشير إلى سحب السوبر الأفريقي من الزمالك. هناك أخبار أيضا بإيقاف بعض أو إيقاف نادي الزمالك وإيقاف بعض اللاعبين مثل محمود بن تايك الذي أثبتت العينة إيجابيتها، ولكن هناك بعض القرارات نكشفها حالة من الجدل اشتعلت في الشارع الرياضي بعد انتشار كل هذه الأخبار من وسائل الإعلام على احتمال سحب بطولة كأس السوبر الأفريقي من نادي الزمالك اللي توج بها على حساب الأهلي. وكان السبب في إثارة هذه الحالة وجود تصريحات إعلامية تفيد إيجابية اختبار المنشطات لمحمود بن تايك لاعب نادي الزمالك، وذلك بعد أن قدم أداء مميزا في المباراة وكان أحد أبرز نجوم الفريق خلال المباراة. وقد نفت مصادر داخل الزمالك هذه الأنباء موضحا أنها مجرد ادعاءات وأخبار عارية من الصحة، مؤكدين أن اللاعب خضع لجميع الفحوصات المطلوبة بشكل قانوني، وأن النادي لم يتلقى أي إشعار رسمي من الاتحاد الأفريقي بخصوص هذا الموضوع. وبحسب المصادر شدد مسؤول النادي الأهلي على أنهم يثقون تماما في نزاهة لاعبيهم ويؤكدون التزامهم بالمعايير الرياضية الدولية. ولكن هل يسحب لقب السوبر الأفريقي من الزمالك بسبب منشطات حتى في حالة ثبوتها؟ مع ازدياد الضغط من قبل جماهير النادي الأهلي ومطالبتهم بسحب البطولة من الزمالك، فهل يتم سحب لقب السوبر الأفريقي من الزمالك بسبب المنشطات؟ سؤال بات يتداول في الآونة الأخيرة. وانطلاقا منا في السعي دائما نحو الحقيقة لكشفها، تواصلنا مع مسؤول مختص في اللوائح في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وكشف عن إجابة هذا السؤال ما يتم تداوله بشأن سحب السوبر الأفريقي من الزمالك. أكد مصدر المسؤول أن قانون الاتحاد الدولي ينص على إذا جاءت عينات أكثر من لاعبين اثنين إيجابية لمادة محظورة فإن ذلك يستدعي فرض عقوبات على الفريق وفقا للإرشادات المقررة في قانون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أي أنه لابد أن تثبت إيجابية عينة أخرى لكي يتم معاقبة الزمالك وفقا لقوانين الفيفا. ولكن لا يتم سحب السوبر الأفريقي من نادي الزمالك على الإطلاق. وتابع المصدر أيضا
أن الاتحاد الدولي لكرة القدم بيعتمد على قاعدة أكثر من اثنين التي توصي بها الوكالة فيما يتعلق بالرياضات اللي بتسمح باستخدام مجموعة من اللاعبين أي الرياضات الجماعية، ومع ذلك لم يسبق لأي اتحاد معاقبة نادي بسبب هذه القاعدة أي بمحاسبة النادي بلاعب واحد من الفريق. فقانون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ينص أنه يجوز للهيئة الحاكمة لأي فعالية رياضية أن تضع لوائح تفرض عقوبات على الفرق ولكن لا تسحب البطولة. كما أشير إذن لا يمكن سحب البطولة من نادي الزمالك على الإطلاق. قرار صارم من محمد رمضان داخل إدارة النادي الأهلي، هذا ما كشفه الإعلامي محمد الليسي عن اختار محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي لاعب الأهلي بمضاعفة عقوبة التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن العقوبات ستكون قاسية. وأوضح محمد الليسي خلال برنامج أو خلال تقديمه على إذاعة أون تايم سبورت أن محمد رمضان تفاعل مع أي لاعب مع السوشيال ميديا سيوقع عليه عقوبات على الإطلاق، لأنه يحتاج إلى الالتزام، التزام جميع اللاعبين داخل وخارج الملعب من أجل مصالحة الجماهير بعد خسارة السوبر الأفريقي مؤخرا أمام الزمالك والاحتفالات الصاخبة التي يقوم بها والاستفزازات التي يقوم بها مجلس إدارة نادي الزمالك أو اللاعبين أو الجماهير لجماهير النادي الأهلي. أخيرا معنا أحمد شوبير يكشف التشكيل المتوقع لمنتخب مصر مساء الجمعة إن شاء الله الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية على استاد القاهرة الدولي، تقام مباراة منتخب مصر وموريتانيا. وقد كشف أحمد شوبير عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر، حيث من المتوقع أن يكون محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد شحاتة ومحمد عبد المنعم وأيضا رامي ربيعة ومحمد حمدي ومروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح تريزيجيه ومحمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد. هذا هو التشكيل الذي سيخوض به حسام حسن مباراة أمام موريتانيا غدا إن شاء الله تعالى. وأعلن حسام حسن قائمة المنتخب اللي هتخوض مبارتين لموريتانيا وإحداهما غدا إن شاء الله على استاد القاهرة، والمباراة الثانية بإذن الله في موريتانيا وفي نواكشوط في العاصمة الموريتانية. وسبق وأن تواجه منتخب مصر مع موريتانيا في مواجهتين فقط في عام 2008 في بطولة أمم أفريقيا. في المباراة الأولى تفوق المنتخب الوطني 3 أهداف، ثم تعادل المنتخبان بهدفين لكل منتخب في المباراة الثانية. منتخب مصر بيحتل صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة ب6 نقاط من فوزين على بوتسوانا والرأس الأخضر. وكل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي لمنتخب مصر في المباراتين أمام موريتانيا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.